تصدر اسم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم حديث المغردين العرب على مختلف المنصات الإلكترونية بالتزامن مع اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في عاصمة عمان أمس لبحث تداعيات صفقة الفرن، حيث لا تزال الصفقة تحصد اهتماماً واسعاً بين المغردين على مختلف المنصات الإلكترونية بعد استمرار الدعوات الشعبية والدولية لرفض بنودها. مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي تصدر الحديث بعد أن ألقى بصفقة القرن في سلة المهملات قائلا إن مكانها الحقيقي هو مزبلة التاريخ. نيابة عن كل الشعوب العربية والإسلامية وكل شرفاء وأحرار العالم، أقول هذه وثائق ومستندات ما يسمى بصفقة القرن، مكانها المناسب والحقيقي هو مزبلة التاريخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، المغردون أطلقوا هاشتاج مرزوق الغانم قائلين إن تصرف رئيس مجلس الأمة الكويتي يمثلهم ويمثل جميع العرب الأحرار والشرفاء.